هذه على يسارنا هي جومان بارك، حديقة بالكامل. نعم، نحن الآن متجهين برضو ما زلنا في حي البيلسان، لكن حنلقي نظرة سريعة على أبراج المارينا الأربعة. هي ما بتطل على البحر مباشرة، بتطل على الممر المائي. الآن حتشوفوه تحت الجسر، الممر المائي على اليمين وعلى اليسار. هذا هو الممر المائي على اليمين